مشاهدي الكرام، بجد التحية مرة تانية لحضراتكم. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. شرفنا ومنورنا فقرتنا الكاتب الصحفي الأستاذ عادل أسنهوري، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على كل المشاهدي صدى البلد، ودايما بسعد بكون معاكم. شرف لينا يا فندم. خلينا يعني هنبدا الحقيقه اخبارنا من زياره هامه من رئيس دوله الجزائر، وانطلاقا من الروابط التاريخيه التي تجمع بين جمهوريه مصر العربيه والجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه. قام رئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه بزياره اخوه وعمل للقاهره يومي 24 و25 من يناير 2022، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم استقباله بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي والتي تلاها عقد لقاء منفرد بين الرئيسين. كما تم عقد جلسة مشاورات موسعة ضمت أعضاء وفدي البلدين. وعلى صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، شدد الرئيسان على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين على المستويات العربية والإفريقية والمتوسطية والدولية، مؤكدين على ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بما يعظم مصالح الشعبين الشقيقين. وفي هذا السياق استعرض الرئيسان القضايا المطروحة على الساحة العربية، حيث أكد على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، وشدد على ضرورة تعزيز مفهوم الدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها لتلبية طموحات الشعوب العربية ورفض محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية. واتفق على أهمية دعم أطر وآليات العمل العربي المشترك وجهود جامعة الدول العربية ذات الصلة بما يصون المصالح العربية. نتابع هذا التقرير عن الزيارة ثم نعود للتعليق مع الأستاذ عادل السنهوري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس الجمهورية الجزائرية ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت ليومين، والتي عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر والجزائر على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة. على
علاقات تاريخية طويلة جمعت بين مصر والجزائر على مدار تاريخ البلدين الحقيقة، وكانت دايما يعني في محطات فارقة، لكن في النهاية بيبقى الشعب المصري والشعب الجزائري حتى على المستوى الشعبي والمستوى الحكومي دايما بيبقى في توافق في الرؤى. أستاذ عادل، الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت، وخاصة أن كان فيها تمهيد كمان قبل كده الأسبوع الماضي من وزير خارجية الجزائر، الاستقبال اللي احنا شفناه، يمكن احنا واحنا بنشاهد التقرير حضرتك حتى قلت ان استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المطار ما كانش فيه قوي البروتوكولات الرسميه بتاعه يعني عارفه، كانت بصراحه يعني كانت البدايه يعني ديك مبدا بتعكس مدى يعني حميميه العلاقه مصر والجزائر، عمق العلاقه التاريخيه بين مصر والجزائر. يعني استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لاخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والاحضان المتبادله رغم الاجراءات الاحترازيه، والوقوف المتكرر من المطار لصاله الاستقبال، اعتقد ده كان يعطي مؤشر لعمق هذه العلاقة، لأنها علاقة تاريخية يعني مؤسسة مش عايز أقول معمدة بالدم حتى ما بين البلدين الشقيقين وبينهم، لأنه دول أكبر بلدين عربيين في أفريقيا، ولهم الثقل كدولة محورية وهي مصر، ودولة تلعب دور مهم سياسيا وأمنيا في الغرب والوسط الأفريقي وهي الجزائر. فدائما العلاقات ما بين البلدين هي مؤشر لأي أحداث حالية أو مستقبلية في المنطقة. فلا يعني لما تيجي تقول لمصر والجزائر على طول يتداعى إلى ذهنك الدعم المصري اللامحدود للثورة الجزائرية من 64 الرئيس عبد الناصر، وده كمان أدى إلى مصر تحملت تبعات العدوان الثلاثي. فرنسا دخلت بعد ذلك عشان الجزائر. الموقف الجزائري الرائع من الرئيس هواري البيبيدي من بعد 67 لغاية 73، دعم غير محدود سواء بالمال أو العتاد أو السلاح، لدرجة أن الجيش الجزائري هو ثاني أكبر جيش عربي شارك في الحرب بعد سوريا، أكثر من 2000 ضابط وجندي وصف ضابط، إضافة إلى 50 طائرة حديثة من الميج والسخري والمركبات الأخرى. وأعتقد كمان موقف الرائع اللي قام به هواري بوميديان الاتحاد السوفيتي، لما الاتحاد السوفيتي تباطأ وتكاسل في إمداد مصر بها السلاح أثناء الحرب، فكتب لهم شيك على بياض، يعني اكتبوا المبلغ اللي انتوا عاوزينه مقابل إمداد مصر بالسلاح. محطات كثيرة، علاقات ثقافية وعلاقات اقتصادية. تتكلمي على فيلم جميلة وحريد على سبيل المثال سنة 58 فنانة ماجدة، النشيد الوطني الجزائري في الموسيقار كان إهداء من تلحين موسيقار محمد فوزي. صحيح. يعني عشان بس الناس ما تنساش الحاجات دي، اللي دي علاقات فعلا علاقات تاريخية حقيقية راسخة بمعنى صح، واستمرت طوال الوقت حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. اعتقد كانت اول زياره خارجيه للرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 يونيو 2014 كانت للجزائر. صحيح. ده كان لها مؤشر مهم جدا يدل على مدى الثقه ما بين البلدين وعمق العلاقات واهميه العلاقات ما بين بلدين يمثلان يعني عمق للعلاقات العربية في الجانب الأفريقي أو في النظام الإقليمي العربي ككل. توقيت الزيارة مهم جدا، الجزائر تستضيف القمة العربية القادمة في مارس، ومعنى تستضيف الدولة بحجم الجزائر القمة العربية زي بالضبط مصر لما تستضيف القمة العربية، الكل ينتبه لما سيحدث من تطورات إيجابية على مستوى العلاقات العربية عندما تستضيف الجزائر القمة القادمة. قضايا كثيرة جدا تم التشاور حولها ما يربط ما بين البلدين في التنسيق بين المواقف السياسية الكثير جدا، وخاصة قلنا في القضايا الإقليمية حتى والقضايا الداخلية. الجزائر على المستوى الداخلي عانى من الإرهاب، مصر عانت من الإرهاب، والآن الإرهاب يتحرك ناحية الغرب الوسط الأفريقي، وأعتقد أن التنسيق بين البلدين في هذا الجانب مهم جدا، ولهم خبرة كبيرة جدا في مواجهة الإرهاب والحركات الإرهابية مثل داعش.
الموقف في ليبيا هناك تطابق تام وتفاهم تام حول ضرورة دعم النصرات السياسية للحل الليبي وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة وخروج القوات الأجنبية من ليبيا. يعني ده برضو إحدى المنفات المهمة. موقف الجزائر طبعا من الحقوق المائية المصرية موقف واضح تماما، موقف مشرف تماما وداعم للحقوق المصرية في مياه نهر النيل. فإذا هي ملفات كثيرة، عندنا ملفات دعم العلاقات العربية. فكرة انه الان التناقش حول عودة دعم الدولة الوطنية في سوريا ومسألة احتمالية مناقشة المقعد السوري ان تعود سوريا مرة اخرى، يعني مسألة الرأب الصدع في العلاقات العربية زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت، يعني التقارب اللي حصل بين مصر ودول وقطر على سبيل المثال. مصر دائما تدعم الدولة الوطنية ومن وفي القلب منها الملف السوري والملف العراقي، موضوع اليمن، كل هذه القضايا مشتركة اعتقد هتكون كانت على رأس المشاورات والبحثات ما بين الرئيسين. فبالتالي انا من وجهة نظري دائما العلاقات المصرية الجزائرية هي نموذج حقيقي للعلاقات بين البلدين. مستوى الاقتصادي على فكرة عايز اقول لك ان اكبر استثمارات العربية في الجزائر الاستثمارات المصرية تقريبا 3.5 مليار دولار، التبادل التجاري تقريبا اقترب من نص مليار دولار، واتمنى انه يزيد. الشعب المصري كمان عشان ما ننساش، عشان مصر لا ينسى موقف الجزائر في دعم مصر اثناء ازمه، لو تفتكر ازمه الانابيب المتجاز، اعتقد انه اتفتح خط ملاحي من الجزائر الى مصر، وهذا موقف مشرف جدا بعد ثوره 30 يونيو تحديدا ومحاوله افتعال الازمات. والجزائر كانت يعني من الدول الداعمه بشدة في ملف المحروقات في دعم مصر في هذه الفترة. فأنا أعتقد أني دي علاقات يعني أعتقد راسخة تنتقل الآن لمراحل يعني أكثر إشراقا بنقول فيها، اللي هي مرحلة الشراكة والتعاون المشترك، من المرحلة التاريخية للتعاون لمرحلة الشراكة، وخاصة أن هما الدولتين الأهم والأكبر عربيا في الجانب الأفريقي. صحيح. ننتقل لخبر آخر وهو تدوينة للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث هنأ الرئيس المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 يناير داعيا الجميع لاستنهاج الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر. قال الرئيس: سيظل يوم 25 يناير خالدا في ذاكرة المصريين، يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات، وهي روح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب المصري، وهو ما طلب به المصريون في ثورة 25 يناير. وتابع الرئيس: إنني إذ أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 يناير، أدعو الجميع لاستنهاج الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر. يعني إحنا شفنا، يعني عايز أقول إن رجال الشرطة وعيدهم إحنا حسينا بأهمية ده، يمكن قبل 25 يناير كان دايما في محاولات لتشويه جهاز الشرطة أو وزارة الداخلية، شفنا حاجات كتير قوي، يعني لما بنقعد بقى نفتكرها دلوقتي بنعرف إن كان اللي حاصل كان مقصود يحصل بعد 25 يناير، لكن الناس لما حصل 25 يناير وحصلت الأزمة الكبيرة جدا وكان في انسحاب من الشرطة طبعا في الشوارع وبدأنا نشعر بالفوضى، الناس كلها بدأت تدرك أهمية وجود رجل الشرطة في الشارع، ما كانت الناس ما بتعرفش حتى تنزل تشتري الحاجات وشفنا بقى حاجات كتير. يعني أشكرك جدا على اللي أنت فتحت الموضوع ده، لأن أنا عايز أخد كلمة لو تدونة الرئيس لحاجة تانية خالص. احنا لو نتذكر من ساعة الرئيس ما تولى مقاليد الحكم في 2014 هو دائما يشير ان هذا اليوم يوم خالد وتاريخي في حياة المصريين. صحيح. لمناسبة العيد والثورة. صحيح. طوال الوقت محدش يعني لاحظ انه هو دائما ما يبعث رسالة، وتحديدا عندما يقول ادعو الجميع لاستنهاج الهمم من اجل المستقبل. يعني فكرة الخصام المفتعل ما بين العيد والثورة كاتب مقال بهذا المعنى، بهذا المعنى ده لمجموعة اعتقد ان هو في نفسها مرض وغرض.
أنا فكرة دائما ما أضع مناسبة 25 يناير في مواجهة الأخرى أعتقد دي يعني جريمة لا تغتفر، لأن إذا كنت عايز ألغي عيد الشرطة فمعنى ذلك أن أنا بلغي فترة مجيدة وخالدة في تاريخ المصريين في مقاومة استعمار بريطاني. أو حتى لو عاوز اللي بيقول لك أنه احتفال بعيد الشرطة هو ضد، هذا خصام مفتعل يعني يقوم به كل من استفاد وقفزوا على هذه. انا عايزه كمان اقول للناس اللي بتعمل ده وبتحاول ده، خليها تقرا شويه في تاريخ مصر لو تحديدا موقعه الاسماعيليه دي، ويدوروا في كتب التاريخ. الموقعه دي لما اتكتبت في التاريخ مكتوبه بشكل يعني الحقيقه يبين قد ايه المصريين دول يعني في منتهى العظمه. يعني عايز اقول لك ده تاريخ، بصي نضالات الشعوب وكفاحات الشعوب هو تراكم، صحيح، واخد بالك؟ لا يمكن ان افصل ثوره عن ثوره، هي كلها توصل للمعنى الاسمى، صحيح، وهو التحرر والاستقلال. هو ده كان المقصود، ما قام به رجال وبواسل الشرطه في الاسماعيليه بالمناسبه كان في اطار ثوره كبيره في منطقه القناه بالمناسبه. صحيح. لا ننسى التجار المصريين اللي امتنعوا عن توريد الاغذيه للجيش البريطاني، لا ننسى انسحاب اكثر من 91 الف عامل مصري من المعسكرات الانجليزيه، صحيح. لا ننسى الحملات التطوع للشباب المصري لمقاومه الاحتلال الانجليزي في منطقه القناه. فبالتالي لما اجي اقول التضحيات ديت ان انا الغيها بجره قلم، وان البعض للاسف بعد 25 يناير 2011 قال لك التاريخ يبدا الان وليس هناك تاريخ بعد قبل ذلك، فهذا كان ينم عن جهل فاضح لمساله الجهل بتاريخ الشعب المصري وكفاحه ونضاله وتضحياته بما فيها جهاز الشرطه. هذا ده جهاز لا يمكن ان انا احمل جهاز وعاقب جهاز ل سلوكات فردية حدثت، لكنه جهاز له دوره الوطني في كل مراحل التاريخ المصري، وأعتقد أنه ضحى بما فيه الكثير في المراحل الأخيرة ودفع ثمن باهظ للأمانة. ما اللي احنا شفناه في الاحتفال يعني الكم يعني المشاعر الإنسانية اللي أهالي الشهداء والأطفال واللي احنا واللي تابع الحقيقة الاحتفالية شايف قد إيه مدى التطور في أداء جهاز الشرطة على مدار السنوات. لا هم وصلوا فعلا لدرجة اللي هو فعلا تقعد كده وتقعد مطمن بالتأكيد. يعني اللي يقول ان دي رضا، اذا انت كنت شايف ان 25 يناير هي كانت يعني انتفاضه ضد جهاز الشرطه او مرسال الشرطه، ما كانتش ثوره بتطالب بالعداله والحريه والتغيير. فهذه كانت نظره قاصره. لا يمكن ان اضع مناسبه وطنيه ضد مناسبه في مواجهه مناسبه وطنيه اخرى ابدا، ولا هذا اعتقد يعني يعد قصور في التفكير وقصور في الرؤيه الوطنيه وفي الايمان بكفاح الشعب المصري. جهاز الشرطه اعتقد او افراد الشرطه ضحوا وقدموا ارواحهم فداء منذ 52 ضد الاحتلال البريطاني، وعندنا نماذج كتير حتى قبل 52 نماذج بطوليه من افراد الشرطه ضد الاحتلال الانجليزي يعني، ثم الى مقاومه الارهاب سواء في الداخل او في سيناء. كمان يا استاذ عادل في نقطه مهمه، هو اللي بيتكلم عن جهاز الشرطه، هو بس هو السؤال هو هل يستطيع ان هو يقوم باللي بيقوم بيه ضابط الشرطه؟ يعني اللي واقف يضحي بنفسه في الشيء، عنده ولاده وعنده بيته، خلينا نقول يعني هي نظره انسانيه، كل واحد عايز يحافظ على حياته ويحافظ على ويبني مستقبله ويعيش، يعني يعيش الحياه. الناس دي ما بتعيش الحياه، الناس اللي احنا شفناها يعني اللي احنا شفناه في الاحتفاليه، الزوجات اللي ترملوا وهم لسه صغيرين، الاطفال اللي نفسها بس مجرد انها تقول احكي له انا عملت ايه في المدرسه ويحكي لي هو عمل ايه في شغل، يعني الضغوط اللي بيتعرض لها، الضغوط اللي بيتعرض لها النفسيه يعني بالتاكيد هم بشر زينا. انت بتتكلمي على انت بتروحي تعملي محضر او تعملي اي شيء في اسم خدمه مدنيه في اسم الشرطه او بطاقه او الاخره، طب انت فرد، هو بقى بيقابل يعني عشرات ومئات الافراد يومين، فهذه ضغوط بتبقى على فرد الشرطه. لكن هناك تضحيات اخرى في جانب اخر للحفاظ على الامن. لما نيجي نقرا التقارير اللي اتعرضت اثناء الاحتفال على جريمه في الامن الجنائي، الانخفاض اللي حصل من 2014 حتى الان
فده اعتقد يدل على الجهود اللي قامت بها جنبها جهاز الشرطه وافراد الشرطه والتضحيات اللي قدموها في سبيل ان الشعب المصري يسير امنا ويعيش امنا في وطنه. يعني انت بتتكلمي يعني في سنوات قليله جدا استطاع جهاز الشرطه مع اجهزه الامن الاخرى انه يعيد الاستقرار الى الداخل المصري وتامين الحدود بنسبه يعني تكاد تصل الى نسبه كبيره جدا، بدليل ما يتحقق على ارض مصر لا يمكن ان تكون هناك تنميه بدون امن. يعني كل هذه المشروعات العملاقه في كل مكان في مصر ازاي كنت انا اقدر اعملها بدون ما يكون في قوات امن وجهاز شرطه يحميها، والا كانت تصبح يعني نهبا لاي طرف يريد الاضرار بهذه المشروعات. فبالتالي وجود الامن هو الذي جعل العالم الان يتدفق اليك او ياتي اليك للاستثمار فيما تقوم به ويدعمك ماليا ويقدم لك الدعم المالي في كافه المشروعات الكبرى التي تقومين بها. كل ذلك لو لم يكن هناك الامن ما كانش بتاع بعض الممارسات بتحصل في اي دوله. صحيح صحيح. وبنشوف الامن في اوروبا بيتعامل ازاي بالزبط. عشان بس ما حدش يقول الامن في اوروبا بيتعامل بمنتهى القسوه. أيوة اسمح لي استاذ عادل، لان الحقيقه احنا وصل لنا خبر حزين ومؤسف، لان الحقيقه يعني الصحافه المصريه فقدت قامه وقيمه كبيره. الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ياسر رزق توفاه الله منذ قليل بعد فتره مرض قصيره. الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق قدم الكثير والكثير في عالم الصحافة المصرية وتتلمذ على يد العديد والعديد من الصحفيين الموجودين على الساحة الآن. رحلة طويلة ومسيرة طويلة قام بها هذا الكاتب، ننعي ببالغ الحزن والأسى أسرة الكاتب الصحفي والشعب المصري الذي فقد كاتب كبير عظيم كانت آخر أعماله منذ أيام قليلة، كانت سنوات 50، الكتاب الذي تحدث فيه عن تاريخ مصر ما بعد 25 من يناير، مذكرات كانت من الواقع الحقيقة وأثرى بها الساحة التاريخية في مصر. يعني كلنا تابعناها، ويمكن صدى البلد كان ليها لقاء مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد موسى، قدم على مدار حلقتين هذا الكتاب. الكاتب الصحفي قدم الكثير والكثير في صاحبة الجلالة وبلاط صاحبة الجلالة، كان آخرها منصب رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم هو السابق. مشاهدينا الكرام، بتنعى أسرة قناة صدى البلد بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق. خالص العزاء لأسرته والكاتبة أماني درغام، يعني بنتمنى لها الصبر والسلوان على هذا يعني الفقد الكبير. مرة أخرى بتنعى قناة صدى البلد الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق. بقاء والدوام لله أستاذ عيد، بقاء والدوام لله. بس الأخ صديق طبعا استاذنا كلنا طبعا، ويعني الحقيقه مواقفه الوطنيه مشرفه. كنت لسه معاه من ساعه توقيع الكتاب. صحيح صحيح. الله يرحمك يا ياسر، الله يرحمك يا ياسر، الله يرحمه. والحقيقه احنا يعني امس انا عرفت ان هو تعبان، بس يعني الحقيقه الخبر كان صدمه لينا كلنا. الكتاب كان معانا على شاشه سنوات 50، هو تعرض لازمه قلبيه اصابته مفاجئه يعني، فبنتمنى له يعني يا رب الرحمه والمغفره، وبنتمنى لاسرته الصبر والسلوان. تعتبر صلاح واحد يعني رموز الدفعه بتاعنا. صحيح. يعني من نجومها كمان دفعه 86 اعلام. انسان رائع وجميل جدا، انسان متواضع للغايه، وانسان شريف بمعنى الكلمه، يعني انه تعرض بالتاكيد لبعض الاقاويل. مش عايز اقول لك ايه، يعني صفات كل الصفات الجميله في ياسر. يعني ياسر لم يصبه اي غرور عندما تولى، لو كان مساعد للجميع الحقيقه وداعم لكل الناس. صحيح، ليه مواقف انسانيه جميله جدا ومتواضع جدا، وانسان خلوق على خلق، يعني من البشر النادره اللي ممكن تقابليها في حياتك بالمناسبه. يعني فهو يعني خبر صادم للامانه، صادم معنا. هو الحقيقه يعني انا احنا يعني الصدمه كانت على الهواء، بس يعني زي ما بنقول دي سنة الحياة. الله يرحمه يعني ويتغمد يعني رحمته الواسعة إن شاء الله بإذن الله، وكمان خالص الصبر والسلوان لأسرة الفقيد. مرة أخرى فقدت الصحافة المصرية قيمة
وقام كاتب كبير يتميز بالوطنية والشرف والعديد من الصفات الرائعة التي يعني خلت إن عنده رحلة طويلة هتدرس بعد كده في الصحافة المصرية. له تلامذة كثر في عالم الصحافة المصرية والعربية. آخر أعماله كانت الكتاب الذي دون فيه ما حدث في مصر بناء على مذكرات كثيرة شخصية وأحداث حقيقية يعني قام بها هذا الكاتب الكبير. تابعت الكتاب يا أستاذ عادل وقريته؟ تشيء رائع جدا. الموسيقى التاريخية أعتقد سبحان الله يعني من يعمل ده يوثق لتاريخ هو شاهد عيان عليه. هو الراجل ما قالش انه ما كان بيكتب تاريخ، هو بيقدم شهادة هو شافها، وكان فتح هذه الشهادة للجميع يعني ان اللي عنده حاجة عايز يقولها. انا حضرت لما يوم ده لسه الاسبوع اللي فات يوم التوقيع اعتقد كان حاضر عدد من الوزراء والسيد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق، وكان على المنصة الدكتور عمرو الشوكي والاستاذ دكتور فخر ابو النور اللي كان شارك وقال شهادته كمان، والاستاذ حلم النمنم. يعني كان كل اللي موجودين لهم شهادات، لدرجه ان احنا هو طالب ان كله يكتب شهادته. انا يعني قال ان انا كتبت شهاده عن قرب اللي انا شفتها وشاركت فيها. فهذه الشهاده كانت وثيقه تاريخيه لا يمكن لاحد ان يشكك فيها، وهي وثيقه اعتقد يعني هتدرس لانها كشفت عن جزء كبير جدا من المعلوم فيما جرى من احداث من 2011 حتى 30 يونيو وما بعدها بقليل. اعتقد انها كانت شهاده جريئه جدا، ودي كانت اول شهاده من شاهد عيان وليس من مراقب او محلل سياسي او متابع، من شاهد عيان شارك وراء ماذا حدث في اخطر ثلاث أو أربع سنوات في تاريخ مصر. فأعتقد أنه يعني سبحان الله أنه يعمل ده قبل وفاته. لا يعني هو كمان يكفينا فخرا الحقيقة واعتزازا بالكاتب الصحفي أنه حتى لحظاته الأخيرة هو لم يتوقف لحظة عن الكتابة. الكاتب عايز أقول لك اللي هو يعني الكاتب ما انفصلش عن الإنسان. صحيح. هذا هو ياسر رزق في الحقيقة. كلماته كانت تنبض وطنية. صحيح. تنفجر بحب مصر. لا احد يزايد على عشقه وحبه لهذا الوطن. صحيح. في اي موقع لم يتغير لم يتلون طوال الوقت. ياسر رزق هو اللي احنا نعرفه. هذه الشخصيه اللي احتوتها كليه الاعلام في دفعتنا في 86. هو كان الحقيقه دائما الحديث ان دفعه 86 دفعه مميزه وبتشغل الصحافه الان يعني بشكل كبير. عايز اقول لك المواقف الانسانيه اللي ياسر فيه يعني كنا حتى مع شقه ياسر رزق. صحيح. يعني شقه ياسر رزق دي في مدينه نصر يعني كانت ملاذ لكل ابناء الدفعه المغتربين. اي حد يعني يقعد اي حد يروح. انسان كريم، انسان يعني ما حدش اختلف على حبه ياسر بصراحه. سواء في مهنيته، مهني بشكل غير طبيعي. ياسر من اوائل الناس اللي هم بدأوا العمل في الاخبار سنه ثانيه كليه. دي كانت الحقيقه لقطات من اللقاء الاخير للاستاذ ياسر رزق مع الاستاذ احمد موسى في برنامج على مسؤوليتي في قناه صدى البلد. هو كان بيتحدث عن كتاب سنوات الخمسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص. الكتاب على حسب ما ذكر الاستاذ الكبير ياسر رزق رحمه الله كان استغرق منه سنتين كتابه علشان يقدر ان هو يعني يتحدث عن كثير من المعلومات والحقائق التي عاصرها الشعب المصري في هذه الفترة. سنوات الخمسين ما بين يناير الغضب ويونيو الخلاص احتوت على كثير من المواقف التاريخية التي حدثت والتي الحقيقة أظهرت وطنية كثير من الأفراد في هذه الفترة والثبات على المبادئ والثبات على العقيدة. كان اختيار أعتقد اختيار العنوان كان والحقيقة اختيار. وصلنا الآن أيضا أن النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب ينعى ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح. أيضا تنعى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إلهام رزق، هي بنت مؤسسة دار الأخبار ورئيس قناة إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد ومدير
مدير تحرير جريدة الأخبار، هي أيضا بنت دار الأخبار اليوم، ويعني أعتقد كل صحفيين مصر والعاملين بقناة صدى البلد والصحفيين داخل صدى البلد وموقع صدى البلد افتقدوا هذه القامة ويتقدموا بخالص العزاء لأسرة الفقيد. رحم الله ياسر رزقه يعني وغفر له واسكنه فسيح جناته، لأنه إنسان لم يزيح في حياته بالمناسبة. يعني أنت حتى لما تشوف علاقاته مع زملائه في داخل أخبار اليوم منذ أن كان طالبا في كلية إعلام وحتى تولى رسم مجلس الإدارة لم يزيح، لم تسمع عنه أي إزاء لأحد أو قطع رزق أو إلى آخره. يعني بالعكس كان داعما ومساعدا، وكان أول الحاضرين المؤسسة وآخر المنصرفين عنها، وكان يعشق هذه المهنة. يعني فأنا أعتقد أنه هيسيب فراغ كبير جدا للأمانة، مدرسة صحفية حقيقية. صحيح. بالفعل مدرسة معطاءة، ما بخلش عن أي حد، عن حتى زملائه، عن تلامذته، ما بخلش عنه بخبرته بمهنيته وبعلمه. فأنا أعتقد أنه هيسيب أثر كبير جدا، لأنه رسخ لي مدرسة جديدة طور في الأخبار اليوم والأخبار بشكل كبير جدا. يعني أنا أعتقد أنه ياسر هيسيب فراغ كبير جدا. صحيح. للأمانة، والحمد لله أنه بنقول أنه ساب حاجة مهمة جدا. أنا بعتبر حتى أنا قلت له أنه عنوان في منتهى الذكاء. صحيح. عنوان في منتهى الدقة والتوصيف لهذه المرحلة، تتكلم على 50. صحيح. والخمسين هي رياح غريبة ومنفرة ورياح غير حقيقية، ورياح تدعو لعدم الاستقرار وتدعو لحالة من الارتباك. صحيح. وضبابية الرؤية بالضبط هو. صحيح. ما وصف هذه السنوات بسنوات الخمسين كان توصيف دقيق جدا بوثيقة تاريخية لشاهد عيان. صحيح. لم يدعي البطولة كما يفعل البعض، ولم يظهر نفسه أنه كان الصانع ولا كان المحرك كما قرانا في مذكرات الكثيرين أو الكثيرين أو ما يقوم به البعض الآن. صحيح. فتحية إلى الروح ياسر رزق، وجعل الله مع الصديقين والأنبياء والشهداء. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب يتقدم بخالص العزاء وينعى ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، وأيضا يتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة. أيضا تتقدم الكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد بخالص التعازي لأسرة الفقيد، وتنعى ببالغ الحزن والألم الكاتب الصحفي الكبير رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا، وتنعى أيضا أسرة قناة صدى البلد وجميع العاملين بها الكاتب الصحفي الكبير، وتتمنى له الرحمة والمغفرة، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد. فقدت الصحافة المصرية اليوم كاتب كبير، فقدت صاحبة الجلالة، كان يناضل بقلمه لآخر لحظة دفاعا عن هذا الوطن، كتب العديد والعديد من المقالات التي كانت تدفع المصريين لحب هذا الوطن الغالي والحفاظ عليه. كان مساندا للدولة المصرية في كافة مراحلها التاريخية، كان بيعتز بالمؤسسة العسكرية، وتحدث وقت ما كان الجميع يعني في حالة صمت كان بيتحدث عنها بمنتهى القوة. الكاتب الصحفي الكبير له كثير من المواقف الوطنية المحترمة، لم يتوقف لحظة عن الدفاع عن هذا الوطن حتى لحظة وفاته. كانت آخر أعماله كتاب سنوات الخمسين بين يناير ثورة يناير وما بين ثورة يونيو 30/6، كانت كثير من التفاصيل والأحداث التي تحتاج لتوثيق فعلي قام بها هذا الكاتب بناء عن أحداث عاصرها وعاشها وشافها وتحدث عنها كثيرا. كانت آخر لقاءاته مع قناة صدى البلد في برنامج على مسؤوليتي على مدار حلقتين، قدم فيها الكثير من التفاصيل عن هذا الكتاب واستمع لي كثير من المصريين. مقالات الكاتب الصحفي لم تتوقف في مؤسسة أخبار اليوم، كنا الحقيقة بننتظر معادها يعني علشان نقدر ان احنا نستفيد من هذه الخبرة والقامة في عالم الصحافة. اكيد ان المصريين النهاردة وابناء ياسر رزق في مهنة الصحافة هيحسوا بفرق كبير بفقدان هذه القيمة.
يعني مره اخرى استاذ عادل البقاء لله، والحقيقه احنا بنعزي انفسنا قبل ما بنعزي يعني بالتأكيد. اسره الفقيد يعني بالتأكيد. كلنا الحقيقه يعني افزعنا هذا الخبر، ولكنها سنه الحياه. مشاهدينا الكرام، انا بشكر حضرتك استاذ عادل، بس احنا مستمرين مع حضراتكم يعني على الكاتب الصحفي الكبير، لان الحقيقه ما نملكش ان احنا نقدم حاجه تانية النهارده غير عن هذا الكاتب الكبير يعني الذي قام بدور عظيم في الصحافه المصريه. استاذ عادل، حابب يعني لو حابب توجه كلمه لتلاميذ الاستاذ ياسر. يعني انا يعني بقول ربنا الهمنا جميعا الصبر، والهم الصبر، ولهم اولاده، ولهم زوجته لاسرته الكريمه، لانه المصاب جالها حقيقه يعني، والفقدان فقدان صعب جدا، لانه مش انسان عادي من وجهه نظري، انسان اثر في اصدقائه، اثر في تلامذته، اثر في مهنته، كان دائما يعطي النموذج للتضحيه والفداء، نموذج لان حب هذا الوطن لا يتجزا مهما تعرض من مصاعب، انه لا احد يراهن على وطنيه ياسر رزق ولا لحبه لمصر. انسان منتمي بمعنى الكلمه الحقيقيه للوطن، لم يعني يرتزق على حساب هذه المواقف ابدا، انه مهنيته هي التي اوصلته الى هذا المنصب، عشقه زي ما قلت اللي فات للقوات المسلحه وجيشنا الباسل، واللي خلاه ادرك، وانا بالمناسبه كمان كان معايا في الجيش، احنا كنا هي دفعه واحده بقى، كان معايا في الجيش كمان، يعني ما كانش بقى في واسطه ولا حاجه. هستاذنك ان احنا يعني حضرتك تفضل معايا، يا ريت يعني تكمل معايا هذه الفقره يعني لتأبين ووداع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ياسر رزق. يعني خلينا بقى، بما ان حضرتك كمان الحقيقه عاصرته في بدايات العام، احلام ياسر رزق ايه اللي كان في فتره الشباب مع الكليه والجيش، ايه اللي كان بيفكر فيه؟ هو ده يعني دائما ياسر، ما كان اعتقد ان كلنا كنا شايفين ياسر رزق، يعني احنا كلنا بنحلم ان احنا نكمل في المهنة، لكن هو كان عنده مشروع اكبر من كده، مشروع انه يبقى رئيس تحرير. هو كان مشروع رئيس تحرير من 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 كليه الاعلام، من سنه كليه، هو الوحيد اللي كان بدا فينا مبكرا، كان بيروح، كنا ساكنين في المدينه الجامعيه بالمناسبه، كان بيروح الاخبار ويرجع على الساعه 2 3 بالليل طول الوقت. هو كان اصغر رؤساء التحرير اللي تولوا في اخبار اليوم. اعتقد ان هو في الفتره الاخيره كان اصغر رؤساء تحرير في دار الاخبار كلها. في اخبار اليوم ربما كان قبليه، ربما كان احمد بهاء الدين او حاجه كده، لما تولى اخر ساعه 28 سنه. يعني يمكن يكون هو تاني اصغر رئيس تحرير في تاريخ المؤسسه. واعتقد ده كان واضح تماما، لم يكن انسان منبت، يعني ما جاش من فراغ او لا شيء، لكن تاريخ المهني واستمراريته من ساعه ما كان بيتدرب من اولى او تانية كليه اعلام في المؤسسه لم ينقطع عنها لحظه واحده، وكان واضح تماما طريق ياسر رزق رايح لغايه فين. احنا كنا شايفين ده، احنا كنا بالنسبه لنا احنا هنشتغل في الصحافه اللي هي حلمنا الاكبر، ايا كان بقى نتولى مناصب ايه ما كانش يهمنا، لكن اعتقد ياسر بمهنته واخلاصه الشديد جدا ودابه انه يوصل انه يبقى من متدرب هذه المؤسسه الى رئيس تحريرها ورئيس مجلس ادارتها. وربما البعض يقول لك ده عشان الاستاذ فتحي رزق، كان والد الاستاذ فتحي رزق توفى من فتره طويله جدا، يعني ربما قبل ان يتولى او يعين ياسر او عين بعدها بقليل كصحفي في المؤسسه، لكن هو بمجهوده هو اعتقد ومهنيته وحرفيته، لانه من وجهه نظري اكثر ابناء جيله حرفيه صحفيه. والحقيقه كان كمان ملاحظ على الاستاذ ياسر رزق، والحقيقه انا كمان كنت من الناس اللي تلقوا منه نصائح عديده، هو لا يبخل
بالنصيحة يعني الحقيقة، ولا بالدفع ولا بالتشجيع ولا بالمساعدة لو كان في إيده أنه هو يعمل حاجة. لكن هو كمان الحقيقة من الحاجات الملموسة جدا أستاذ عادل واللي يمكن الناس كلها عارفاها، أنه هو كمان مع بداية توليه رئاسة التحرير كان بيهتم بعنصر الشباب، ممكن عشان كده عمل جيل محب لياسر رزق بالتأكيد، وخلى الجنرال بقى فيه حيوية. صحيح. يعني كان ان هو يعيد البريق مرة اخرى لمدرسة الاخبار واخبار اليوم اللي هي دائما ما كانت مؤسسة شابة لها طابع ومذاق صحفي خاص، ولذلك هو عدى وقاوم كل ما يقال ان الصحافة الورقية عصرها انتهت، وكان بيحاول وبكافة السبل انه يبقى على مذاق الصحافة الورقية من خلال الأخبار وأخبار اليوم، وحرص أن يستمر في الكتابة. صحيح. رغم أنه ساب ترك المنصب، حرص أن يستمر في الكتابة. لا، وكان دائما يقول أنا موجود في مكتبي برضو في دار أخبار اليوم. لم يحدث شيء. لم يحدث شيء. في البعض أو الكثير لما بيترك خلاص يعني ما بيتنحى يعني جانبا وبيبطل الكتابة. لكن هي المسألة بالنسبة له فكرة مسألة عشق لهذا المكان وللقلم الصحفي وللكتابة. هي مش منصب إداري على قدر ما هي مهنة امتهنها. لأنه كان دائما ما يرى أنه فيما يكتبه شيء مهم جدا للقارئ أو للشعب بمعنى أدق، لأنه بالفعل ياسر رغم صغر سنه وتوليه مبكرة منصب رئيس التحرير، إنما ياسر كان ربما كان أكثرنا علاقات موثقة وقوية. صحيح. مع الأستاذ ياسر كمان زي ما كان رئيس تحرير لي جريدة قومية، هو أيضا تولى رئاسة تحرير جريدة المصري اليوم في فترة من الفترات، واستطاع عمل توازن رائع يعني من أقصر الفترات اللي كان فيها المصري اليوم يعني موجودة ومتواجدة على الساحة، والناس حابة أنها تقرأ المصري اليوم، كانت في فترة تولي رئاسة الأستاذ ياسر رزق. ده صحيح، وتولى رئاسة المصري اليوم و الاذاعه والتلفزيون. ومجله الاذاعه والتلفزيون. دي انا عارفه لان انا واحده من ابناء مسبيه. أيوة. استاذ ياسر رزق فعلا كان رئيس تحرير لمجله الاذاعه والتلفزيون، وايضا العاملين داخل مجله الاذاعه والتلفزيون كانوا بيروا الفرق في اثناء تولي الاستاذ ياسر رزق لرئاسه تحرير هذه المجله فعلا. بس الانسان لا يتجزا. صحيح. هو في الاخبار في مصر اليوم في اي مكان هو خرج من مجلة الإذاعة والتلفزيون لرئيس مجلس إدارة أخبار الأخبار. مؤسسة الأخبار في فترة أعتقد المصري اليوم، لأنه أنا وجهة نظري دائما أنه رئيس التحرير هو نصف سمعة الصحيفة. صحيح. يعني أنا دائما في ظني أنه سمعة الشخص نفسه الصحفي أو الكاتب الصحفي هي نصف سمعة أو شهرة المكان اللي هتولى مسؤوليته. لما راح صديقنا ياسر الله يرحمه المصري اليوم، كل على طول انتظر ماذا سيقدم ياسر رزق اللي هو. صحيح. اصبح مؤسسه في حد ذاته للمصري اليوم، مستطاع لانه المصري اليوم يعني البعض لنا حققت كل شيء، لكن اعتقد انه استطاع انه قدم اضافات كثيره جدا للجورنال المصري اليوم وعدله بريقه، وبل أضاف له الكثير جدا سواء على المستوى المهنة أو على المستوى العمل الصحفي، وله موقف مشهودة يعني موقف إنسانية مشهودة الكل يعرفها. يعني ياسر أعتقد هكتب له التاريخ أنه رفض التوقيع على يعني التخلص من بعض زملائه في المؤسسة. صحيح. يعني أعتقد أنه ده من مواقف الإنسان، هو عمره ما بقول لك لم يأذي إنسان، هي مواقف واحدة متصلة ليست منفصلة في شخص ياسر رزق. وطول هذه هي حياة ياسر رزق، لم يتغير كما يعني غيرت السلطة البعض أو غيرت المناصب البعض. هو ياسر رزق كان مكتبه مفتوح يعني تروح له في أي وقت. صحيح. يعني ده حقيقي. غير معاد ومناسب، وانت اكيد ده حقيقي. طبعا ده مكتبه مفتوح للجميع. لا، واستاذنا الحقيقه ولم يبخل زي ما انا قلت باي نصيحه او باي دعم او اي مساعده لو تطلب الامر. هو الحقيقه كان هو اللي بيبادر من غير ما حد يطلب منه. ممكن يعمل اكتر من كده كمان. صحيح. يعني ممكن يكتب هو، ممكن مش عارف ايه. صحيح. ودعم لما يشوف هناك موهبه
بالفعل في ظل في عصر يعني نضرب فيه المواهب للاسف. صحيح. لما اشوف موهبه بالعكس بيدعمها وبيحتويها وانا لاحظت ان في ناس كتير يمكن ما شافتش الاستاذ ياسر رزق وما تعرفوش بشكل شخصي، لكن لما بيذكر الاسم الحقيقه بيكن له كل احترام وتقدير، وهي دي بقى زي ما حضرتك قلت هي سمعه رئيس التحرك. هو ما كانش من ياسر يعني ما كانش من يعني ايه الشخصيات اللي هو يعني بيندفع للمناسبات الاجتماعيه، الزول في المناسبات الاجتماعيه كثيره او حفلات او لاخره، يعني كان قليل الظهور في هذه المناسبات لانه يعني هذه طبيعته، ما كانش فيها يعني هو خجول بالمناسبه. صحيح. في ذاته يعني صحيح، وهادئ الطباع يعني، وممكن يتعصب او يتنرفز فيما يخص يعني لما بتتكلم في حاجه تهم بقى مصر وتم تلاقيه بقى مندفع يعني صوته يعلو لانه صوته الحق فعلا في القضايا الوطنيه لانه كان يملك المعلومات. صحيح. ياسر يملك المعلومه، هو يعني دائما كان يؤمن بان المعلومه هي والفكره هي البطل. صحيح. في اي عمل هو كان دائما لما يكلم مع حد يقول له انت عندك المعلومه، يعني ده كان دايما الجمله بتاعته انت عندك المعلومه حتى ولا لما كان مع الاستاذ احمد بوزه برضه يقول له انت عندك معلومه. صحيح. فبالتالي هو كان يؤمن دائما لانه المصداقيه والثقه ما بين الكاتب والقارئ هي صدق المعلومات. صحيح. لانه يعني الظاهره اللي احنا عانينا منها بنعاني منها بين قوسين يعني هي ظاهره الاستبطال، ادعاء البطوله بعد فوات الاوان. صحيح. فهي مساله ديت بالعكس ياسر ما رغم انه ما كان ما يملكه من علاقات ومن معلومات كثيره جدا، وانما كان مصدر ثقه لاي مسؤول او اي مصدر يتعامل معه. صحيح. ولذلك كانت علاقاته بالمؤسسات او بالمصادر او بالشخصيات او بالمسؤولين علاقات ثقه. ثقة قوية جدا وعلاقات ربما تتحول إلى علاقات صداقة. الحقيقة الأستاذة أماني درغام كمان كانت داعمة للكاتب والصحفي الأستاذ ياسر رزق، حتى اللحظات الأخيرة يمكن من يتابع صفحة الأستاذة أماني درغام على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يجد أنها تنشر كل ما يكتبه الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، جميع من تحدثوا عن أنا مع التالي أن محتاجين أن هذه بقى يعني هذه المقالات ويعني ده إرث للصحافه المصريه. ده حقيقي يعني اعتقد اذا كان كتاب وثيقه، واعتقد يعني خير تكريم لياسر رزق ان كله يكتب الشهادات. يعني انا الاوان ما دام ياسر هو اللي بدا ودشن فكره كتابه هذه الفتره. صحيح. كشهود عيان، هو انا ما كتب مش تاريخ، كشهود عيان اعتقد ان شهود العيان اللي شهدوا هذه المرحله عليهم ان هم يكتبوا شهادتهم علشان يكون ده خير التكريم ودعم لياسر رزق وكتاب ياسر رزق وهذه الوثيقة اللي كتبها، الوثيقة في منتهى الأهمية ومنتهى الخطورة، هناك معلومات مهمة جدا. أعتقد أنه الإفصاح أو كشف الستار عن ما حجر في هذه المرحلة واللي بدأها ياسر دي مسؤولية المسؤولين اللي عصروا هذه المرحلة وشهود العيان اللي شاركوا فيها ان هم يكتبوها عشان الشعب يعرف كل الحقائق. يعني لم يقعد فيه الزمن ان احنا علينا ان احنا نقعد 25 سنة و 50 سنة عشان نكتب التاريخ. خلاص انتهى الموضوع في ظل ثورة التكنولوجيا وثورة المعلومات، واصبح دلوقتي المسألة يجب انه على الاقل يعني نسبة كبيرة جدا من مما جرى ان احنا نعرفها والشعب يعرفها زي ما ياسر بادر وكتب، ولذلك لم يشكك فيه احد. ربما نختلف في واقع وقعتين زي ما اختلف معاه الاستاذ فخر ابو النور، انما لا ينكر الواقع نفسه. صحيح. فبالتالي هي رؤى مختلفه، فعشان كده انه خير تكريم لياسر انه الكل يكتب. صحيح. شهاداته وتبقى هذه وثائق في المكتبه المصريه اللي عايز يطلع عليها، واعتقد انه ممكن انه كتاب اخبار اليوم تنشره على حلقات او تطلع منه، على فكره كان عامله على حسابه انا يعني ما كمان يعني. فبالتالي انا اعتقد انه تعمل منه طبعات شعبيه رخيصه تتوزع على الناس وفي معرض الكتاب، اعتقد انه يكون خير كمان تكريم انه يتم الاحتفاء بالكتاب وعقد جلسات نقاشيه حوله. صحيح. وحتى لو تبنته الهيئه العامه للكتاب بطرح بوعد يعني انه بطرح
في النسخ الشعبية. أعتقد أنه يكون هناك تأبين يليق في الكاتب الصحفي الكبير. مش تأبين بكلمات، تأبين بأفعال. أتمنى ذلك سواء بالمؤسسة بنشر الكتاب على حلقات. صحيح. ده مهم، مهم جدا الناس تعرف، وأنه يتم طبع الكتاب في نسخ أو طبعات شعبية، ويكون الكتاب محط جلسة. يعني كان في زمان ما اعرفش جلسات بتحصل في معرض الكتاب لو تفتكريها. فاعتقد ده بقى محور مهم في المناقشات. صحيح. اللي ممكن تتم داخل المعرض من كبار المثقفين، وتم دعوة حتى شهود العيان ليكملوا هذه المسيرة. صحيح. اللي بدأها ياسر رزق يعني. صحيح. حقيقة يعني أنا شخصيا على المستوى الشخصي ما كنتش أتمنى أن أنا أكون موجودة على الهواء وأعلن خبر وفاة الكاتب الصحفي الكبير أستاذي وأستاذ العديد من العاملين في مجال الإعلام الأستاذ ياسر رزق، لكن هو قضاء ربنا يعني يا أستاذ عادل. هو بس ربما ده كان حاجة كويسة، لأن احنا الحقيقة على معرفة بالأستاذ ياسر رزق وحضرتك يعني أكيد عشرة عمر معايا، فيبقى خير من يتحدث يعني عن الكاتب الصحفي. ده حقيقي. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ عادل أسنهوري رئيس التحرير التنفيذي ليوم السابع. شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني يا فندم. مصر ونعزي أنفسنا ونعزي زوجته الكريمة وأولاده طبعا. ربنا يلهمهم الصبر والسلوان، ورب يكون يعني مثواه الجنة يا رب بإذن الله. اللهم أمين، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، بينعى النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، فقدت المهنة كاتب عظيم، كما تنعى أيضا ببالغ الحزن والأسى الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد ورئيس تحرير ومدير تحرير بجريدة الأخبار الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، ويتقدم العاملين بقنوات صدى البلد وموقع صدى البلد بخالص التعازي للكاتب الصحفي الكبير، واللهم يلهم ذويه الصبر والسلوان. قناة صدى البلد وجميع العاملين بها ينعون ببالغ الحزن والأسى رحيل الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق، وأنا شخصيا بتقدم بخالص العزاء في وفاة هذا الكاتب الذي أسرى الصحافة المصرية بالعديد والعديد من المقالات، كانت مدرسة حقيقية ملهمة بكثير من الأفكار وداعمة لكثير من الشباب، له تلامذة كثر في مصر في جميع المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الخاصة تتلمذوا على يد هذا الكاتب الصحفي الكبير. آخر أعماله كانت كتاب يوثق فترة تاريخية يعني عظيمة وخطيرة في حياة الأمة المصرية، كتاب سنوات الخمسين، كان يتحدث فيها عن ما بين ثورة 25 من يناير وثورة يونيو وكثير من الأحداث الهامة التي حدثت في خلال هذه الفترة التي بالفعل كانت تحتاج لتوثيق، وكان دائما ما يدعو الجميع للإدلاء بشهادته عن هذه الأحداث وأنه يستطيع أن يكتب ذلك بنفسه. الكاتب الصحفي كانت له كثير من المقالات الحقيقة بتستحق القراءة، لأنها أيضا كانت بتدعم الدولة المصرية الوطنية في أدق لحظات تاريخها. قدم الكثير والكثير من الأعمال الصحفية التي تستحق التكريم. مرة أخرى بننعى ببالغ الأسى فقدان الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، ونتقدم بخالص التعازي لأسرته والكاتبة الصحفية الأستاذة أماني درغام التي كانت تدعم لآخر لحظات هذا الكاتب العظيم الذي يستحق كل الدعم والتقدير من الدولة المصرية وجميع العاملين في مجال الصحافة. مشاهدينا الكرام، بشكر حضراتكم، مستمرين معاكم صباح البلد.